أقيم في كنيسة الجنة المقفلة بقرية إرطاس بمحافظة بيت لحم، احتفال حاشد بمناسبة عيد أمنا السيدة مريم العذراء، اشتمل على إقامة قداس احتفالي شاركت به جموع كبيرة من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوة. احتفل في قرية إرطاس المجاورة لمدينة بيت لحم بعيد مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة والعين المختومة. وكانت آية الدخول: فكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، كذلك السيد المسيح ينبت البر والتسبيح أمام جميع الأمم. حيث ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي اللاتيني في القدس، بحضور رئيس الدير الأب جورج الدعبوب والأب الدكتور يعقوب رافيدي رئيس المعهد الإكليريكي، وبحضور عدد كبير من الكهنة والشمامسة والراهبات. في كلمة للأب الدعبوب الذي بارك للمطران اليوبيل الذهبي في مسيرته الكهنوتية: امتلأت الكنيسة بالمؤمنين الذين أتوا من مختلف المناطق المجاورة لقرية إرطاس، وتعد هذه الكنيسة التي بنيت في أول القرن الماضي من الكنائس العريقة التاريخية التي تديرها راهبات يخدمنا ويعلمنا على مدار العام ويقدمنا الخدمة والتطوع والتعليم لأهالي القرية. وهذا الدير محفور في الصخر ويحيطه بساتين غناء وكأنها لوحة فنية رائعة. والمنطقة كانت معروفة باسم بستان سليمان. وبعد انتهاء القداس أقيمت الدورة الاحتفالية بمشاركة نسور المهد مجموعة كشافة ترسانتا حاملين شخص العذراء مكللاً بالورود وأيقونة للعذراء مريم، وعلى وقع عزف المجموعة وتراتيل أحياها طلاب المعهد الإكليريكي ساروا بساحات الدير بمسيرة برفقة جميع المؤمنين، وبعدها إعطاء البركة أمام الكنيسة. بارك الله هذه البلدة من كشار. الله يعطيك العافية. شكراً يا كشار. اليوم عيد ميلاد مريم العذراء عليها السلام. اليوم في إرطاس بالقرب من بيت لحم نحن نحتفل أيضاً بسيدة الجنة المقفلة في هذا المزار القديم الحلو. أرادوا الراهبات والمنظمون أن يدمجوا هذا العيد مع يوبيل الكهنوتي لخمسين سنة. نشكر الله على هذه النعمة الكبرى، وأقول لجميع أذكر لنفسي مريم العذراء رافقتني في كل حياتي، في كل حياتي الكهنوتية هنا في رام الله وفي السمينار في بجالة وفي السودان وفي روما، حيثما عملت بإرادة الله دائما رفقتنا بنعمتها وبشفاعتها، وأنا أشكر الله على هذه الشفاعة، على هذه النعمة الكبرى. وإن شاء الله تستمر مريم العذراء تتشفع فينا وتتشفع لجميع الذين يحتاجون إلى السلام، يحتاجون إلى قوة لكي يعززوا العائلات. فنحن اليوم وضعنا هذا العيد تحت شعارين: العائلات في مسيرة العائلات التي تكون بها كنيسة الأرض المقدسة، وفي أيضا في الشهر المريمي أو الشهر الرسولي، نسميه الشهر الرسولي الاستثنائي الذي نحتفل فيه الشهر القادم. إن شاء الله مريم العذراء ترافقنا في كل هذه المبادرات البناءة والمثمرة إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. هذا الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر من كل سنة تحتفل راهبات الجنة المقفلة بعيد السيدة العذراء. نتمنى للجميع كل عام وانتم بألف خير، لرعيتنا في بيت لحم، لجميع المسيحيين في فلسطين وفي كل العالم كل عام وهم بألف خير. طبعا كشافة ترسانتا نسور المهد كل سنة بتكون موجودة عشان تحتفل وتعطي بهجة لهذا العيد،
وكما بتسمعوا أصوات فرقة الكشافة تعزف احتفالا لهذا العيد. كل عام وانتم بألف خير. بصراحة أنا مش أول مرة بحتفل بهذا العيد، عيد ميلاد مريم العذراء، عيد الجنة المقفلة. هذه سادس سنة لإلي في المعهد الإكليريكي وبنحتفل فيه كل سنة، وبالنسبة لإلي هذا شعور كتير حلو وكتير كبير إنه نحتفل في عيد ميلاد أمنا مريم العذراء في الجنة المقفلة. بنشكر نورسات على جهودها الكبير معنا، شكرا. بحب أعيد عليكم في هذا العيد في عيد الجنة المقفلة، وهو مش أول سنة بحتفل فيها، السنة الماضية بديت في هذا الاحتفال وكل سنة وانتم سالمين. وأنا من المعهد الإكليريكي وهاي السنة الثانية إلي، وشعوري إلي كثير حلو إني شاركت بهذا الاحتفال وكان إشي كثير مميز وحلو. مواليد عمان لكن سكنت بالولايات المتحدة لمدة طويلة، ولكن بعد حوالي 45 سنة اجيت على السيمينير ببيت جالا علشان أساعدهم. حاليا مسؤول عن سنت الروحانيات وكمان مرشد روحي للطلاب. المشاركة بالقداس اليوم كان وقت جميل كثير، خاصة بالنسبة إلي لأنه أنا كنت مشتاق كثير إنه أحتفل بسيدتنا مريم بالأرض المقدسة أرض المسيح، فبالنسبة إلي هذا الشيء بيعزز إيماني وكمان وجودي مع باقي أهل المنطقة هاي اللي دائما عندهم صعوبات وحاملين راية المسيح بالمنطقة هاي. وشاركت اليوم بقداس الجنة المقفلة، وبحب أعيد على كلكم على الجميع، وكل عام وأنتم بخير، وإحنا هون من بيت لحم بنعيد عليكم جميعا، ينعاد عليكم بالصحة يا رب. أولا في عيد سيدة الجنة المقفلة نتذكر ونذكر أنه كل إنسان في داخله جنة، وهذا هاي الجنة نحن مدعوين أنه نكتشف هاي الجنة موجود في كل إنسان. العذراء أمنا بتساعدنا دائما أنه ندخل إلى هاي الطاقة الداخلية ونكتشف هاي الجنة الموجودة في كل في قلب كل إنسان. لذلك اليوم من عيد الجميع بنشكر نورسات، فضائية نورسات في لبنان، في فلسطين، في الأردن، في كل مكان، ومنعيدكم من هذا المكان المقدس سيدة الجنة المقفلة والبير المختوم. كل عام وانتم بخير. كل عام والجميع بألف خير في عيد سيدتنا سيدة الجنة المقفلة. اليوم كانت الدورة كتير رائعة، دورة في دير القرطاس، في قرية القرطاس، في دير الجنة المقفلة. هذا يوم مهم الجميع بيشارك فيه، نعمة العذراء مريم علينا أجمعين، رهبات المحبة، راهبات قضوا عقود في استمرار الحياة في هذا الدير، والحياة فيه مهمة جدا للجميع، خاصة إنها موجودة في منطقة ما بين الطبيعة الفلسطينية، محفور الدير في الجبل بحد ذاته. فكل عام والجميع بألف خير. للنورسات مارلين الحدوة من قرية إرطاس.